يسأل عن التفصيل في مسألة نسخ القتال في الأشهر الحرم. القتال في الأشهر الحرم أكثر العلماء على نسخه، قول الله تعالى: فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، الآيات. من العلماء من يقول لا نبتدئ الكفار بالقتال فيها، ومنهم من يقول حرمتها، عفوا، إن هناك نسخ لآيات براءة، فالنزاع قائم. الابتداء من العلماء من يمنعه، والكلام في هذا طويل، إن كنت من المتابعين فأرجو أو من القراء فأقرأ تفصيل ذلك فيما كتبته في كتابي التسهيل لتأويل التنزيل عند تفسير مطالع سورة براءة، فقد توسعت هناك توسعا لا يتحمله هذا المقام.